تشوف اللي صار امس في المباراه، او خلينا نقول في الشوط الثاني تحديدا، مثل ما اتفقوا الكابتن عايض والخيد على اداء النصر، انت تشوفها حاله من حالات التعافي التام، ولا تميل اكثر الى انه ديربي والحماس والاجواء خلت اللاعب الكبير يظهر في اليوم الكبير؟ شوف، الديربي له تاثيره، ولكن انا اعتقد بانه فتره التوقف كانت إيجابية للنصر وكان يحتاجها النصر. ولا ننسى أن النصر أجلت له مباراة الفيصلي، فبدأ عملية إعداد أخذ وقت أكبر. بس مباراة هذا ساهم كثير. مباراة الرائد ما شفنا النصر كذا. طبيعي جدا، أنت تحتاج التصاعد، أنت تجي متصاعد. طيب، منافسك لا دور، فتح الملعب لا دور. أنت أحيانا تلعب مع فرق تقفل عليك الملعب، تتكلم عن الهلال فاتح ملعب الهلال، لكن ما استطاع الهلال أنه يستثمر. احنا في الشق الثاني ان شاء الله بنجي نتكلم عن الهلال، حقول لك ليش الهلال من وجهه نظري ما كان جيد، وليش النصر تفوق عليه بالذات في الشوط الثاني اللي هو شوط المدربين وكان افضل. باختصار، وجود النصر من سنوات لم يستطع ان ينتقل للموسم التالي بمكتسباته، تتكلم من افضل محترفين سته تحديدا مقنعين تماما، مع الزياده اللي قاعده تصير على مستوى العنصر المحلي، استقطاب عبد الفتاح ادم لو شارك حيشكل اضافه كبيره للنصر. هذه المكتسبات حتى اداريه، لما ذكر قبل شوي ابو فيصل، حتى ادارتك معاك، مدربك معاك، وجود ختاما. انا اعتقد لمسه السحر كانت من فيتوريا. فيتوريا انا اعتقد من المدربين، يعني تصنيفه 37، لما تشوف تصنيف مدرب هذا التصنيف ويعمل بامانه المهنه، اللي يتابع عمل فيتوريا داخل النصر يحضر حتى للفئات السنيه، قاعد يتابع اللعيبه اللي في الفئات السنيه، مدرب يحترم ان عقده الى سنتين وثلاث قادمه، فبالتالي قاعد يعمل لمستقبل النصر. هذا المدرب بس يحتاجون النصراويين ان يدعمونه، لانه بغض النظر عن النتائج، نتكلم عن عمل مدرب وكيف هذا المدرب قاعد يبني داخل النصر. هذا حيشكل مستقبل مختلف داخل النصر متى ما دعم. حنتكلم عن الهلال بعد الفاصل.